في نقطة وهي أنا برضو عايز نحسمها نهائي، حوار دار ما بين المهندس هنا بوريدة والأستاذ جمال علام عن عقوبات معلقة من الموسم اللي فات، فين ده يطلع فين ده يتعمل، طب نخلص طب نطلع. متأكد ان الحوار ده دار؟ أنا بقول لحضرتك ده لو حصل. طب حله إيه بقى؟ دار ما دارش أنا ليه حل دلوقتي يا جماعة، في قنبلة احنا عاملين زي كل واحد بيرميها على التاني. مظبوط، ده أنت الأول أنت الأول. أنا ربما اعتقد ان قد يكون في تفكير عند المهندس هنا بوريده ولجنه المسابقات الموجوده استاذ طه عزت وغيره من الاشخاص، فكره احنا بادئين موسم مش عايزين احنا باثر راجعي للحاجات القديمه نشيل شيلتها. لا 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 ده تخوف، ده تبقى مصيبه. انت جاي، انت حضرتك جاي تحلل ولا تهزر؟ ده تبقى مصيبه. لا لا لا، اتمنى حضرتك طمني، انا عايز اطمن. يا فندم يا فندم، حضرتك جاي تحلل ولا جاي تهزر؟ لا انا جاي احلل بس افتراضي ان انا ضامن ده، انا مش ضامن. لو حضرتك ده اول اختبار حقيقي للمهندس. اختبار ايه؟ انت هتهزر ولا ايه؟ لو هتهزر ما هو ما لو لا صلي على حضره النبي عليه السلام. انا النهارده راجل عملت جناية أو عملت حاجة ورحت المحكمة، صحيح كويس، فجات المحكمة حد ردها أو لا قدر الله القاضي اتنقل مشي، فلما يجي قاضي جديد يقول له لا طب بحبك 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 كتير، او يقول له سامحتك 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 كتير، ما تدخلنيش بقى في الغنى والبتاع، ايه مش هنعرف نكمل مع بعض. عشان كده مش اسمها كده. لا استنى صوتي اول مره يعلى النهارده. لا هنهزر. ما انا عايز اطمن من حضرتك. طمن ايه يا عم؟ ردك القاطع ده انا عايز اطمن لان انا مش مطمن. انت يعني هيبدا الاتحاد بالعفو؟ الله. طب اشمعنى وقفت لي كهرباء؟ طب ما هو ده اللي احنا الله بقى هنهزر ولا ايه ده؟ ما ده اللي احنا بنعمله. لا لا يا باشا ما خرجش فيها. سخنتوني ليه؟ انا طول طول الوقت هادي معاكم. عايزين نرجع نقول كابتن شوبير لما قال لنا كده كان صح. طبعا برضه حضرتك متاكد؟ والله العظيم مليون في المية طبعا عقوبات وهتعلن. هي اساسا انها لم تعلن في عهد الاتحاد الحالي حتى اخر يوم، دي امر صعب جدا يا باشا. ازيدك من الشعر بيت؟ اتفضل. هناك لجنة جديدة للانضباط. ده خبر ماشي. هناك لجنة جديدة للانضباط. مش هم زهقوا يعني، بتوع الانضباط زهقوا مش عارفين يشتغلوا الا بقى اذا قعدوا واتكلموا وخدوا كل صلاحياتهم، يبقى معاهم حد بتاع اداره رياضيه. كل مره بقول هذا الكلام بدا من ده، بيبقى معاهم حد بتاع اداره رياضيه عشان القصه، وترك وتفضل واعلن القرارات. بس انا اللي انا عارفه هم الناس نفسهم زهقوا، بتوع لجنه الانضباط نفسهم زهقوا، لكنه اهو امام الجميع بألزم نفسي امامكم انه لابد وحتما واذ مش عارف ايه، ان هناك طبعا ان هناك عقوبات ستصدر في كل من اخطا. اتاخرت بقى شويه مش عارف، اتدلعت شويه، هتطلع. خلينا يا عم نروح لفاصل، انتوا سخنتوني وخليتونا نروح لفاصل ونرجع تاني.